العظم ده تضرب. اوه بس دفعت فلوس عليه، بشرط يجي تسوي. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم حابه اشوف لكم عنايتي ببشرتي خلال فصل الشتاء. كلياتنا نعرف البشرة تصير كلش دراي بالشتاء، أو أني شخصياً بشرتي تصير كلش ناشفة بالشتاء، فلازم أعتني بيها عناية مو طبيعية حتى ما تطلع لي حبوب، حتى ما تأذي البشرة، حتى ما تبين إنه فليكي، يعني الجلد هيجي ناشف. وطبعا هاي الاشياء مرات اعاني بيها، ويا كل الاشياء اللي اسويها مرات تجيني مثلا مره مرتين بالشهر بشرتي تكون كلش كلش ناشفه، وهذا بسبب بشرتي ما معتنيه بيها، ناسي اعتني بيها. بس اليوم راح اشارككم الاشياء اللي بصراحه مو فشي زايد، انا هاي الاشياء اسويها 3 مرات بالاسبوع، اكو اشياء اسويها مره بالاسبوع، واكو اشياء اسويها يوميا. فاول شيء اوخر شعري، وطبعا اني مثل ما تشوفون ما حاطه اي شيء على وجهي، ما حاطه فاونديشن، حاطه كونسيلر جوا عيني، حاطه بلاشر، وهنا عندي شويه كونسيلر حاطته لان عندي حبوب بدها تطلع لي because it's that time of the month. وطبعا اول شيء استخدمه هو ماسح المكياج، الفيس واش اللي استخدمه هذا من غارنييه، موجود بكل انحاء العالم. واني ابد 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 ما استخدم الوايبس. قبل كنت استخدم وايبس، كنت استخدم كوتن وايبس واحط عليهم فتشي وامسح. نعم، كل يوم اغسل وجهي 3 مرات، اذا حاطه مكياج قوي، اذا حاطه قطره مكياج، اذا ما حاطه مكياج اني اغسل وجهي بي من مرتين الى 3 مرات حتى يشيل كل الوسخ والبولوشن، لان الجو اللي احنا عايشين بي وسخ. فأنيوي خلي نبلش بغسول الوجه اللي شعره قصير. الحل وهذا الفيس واش، طبعا ذيك المره بدلته، هذا صار لي استخدمه اسبوعين وباعه اوريدي قد قل. ثاني حطيت 2 pumps وراح ابلش اغسل وجهي. طبعا اتس ريكومندد انه تغسلون وجهكم وتحركون البرودكت على الوجه بما يقارب دقيقه. ليش؟ لان انتم دا تفتحون المسامات ودا تطلعون الوسخ من داخل المسامات، فهذا الشيء يطول، مو الاول ما تغسلون وجهكم راسا تنفتح المسامات وتطلع الوسخ، اقل شيء يراد لها دقيقه، وخاصه اذا دا تغسلون وجهكم اكثر من مره، يعني انتم دا تغسلوه بطريقه احسن. طبعا اني من احط مكياج اوصل المكياج لهنا، فاتاكد دائما انه المكياج نظيف. انا اليوم ما حاطه مكياج، بس من احط مكياج هاي القدام مال شعري كليته ينغسل. هسه غسلت وجهي مرتين مثل ما قد شفتوا بهذا الفيس واش. اني شخصيا هسه دا استخدم فيس واش مخصص بس للبشرة اللي تتعاني من حبوب او تتخلص من حبوب بشرة مثل بشرتي اللي هي اكني برون، اللي تحبب بسرعة، سنسيتيف بسرعة. فهذا اسمه فيس رياليتي، البنية اللي تشتغل على بشرتي قالت لي استخدمهم. طبعا ثاني علبة لي، خلصت اول علبة، هاي العلبة الثانية. هذا اسمه فيس رياليتي سكين كير، راح اترك لكم الموقع مالتهم، ماني بصراحة ابد ما اشتري من الموقع مالتهم، دائما اروح اخذهم من البنية اللي تسوي لي الفيشلز مالتي. هذا استخدمه صبح وليل، احطه شوية على ايدي مثل ما شفتوا هالقد حطيت، وعادي مثل حال حال اي فيس واش، وابدي اغسل بشرتي بي. وطبعا شفت شويه فرق عليه، حسيت الاوفرول لوك مال بشره مالتي احلى صار، يعني مثل ما شفتوا بدون فاونديشن البشره تقريبا ايفن تون. طبعا انا من انشف وجهي كليته بادنج، اتاكد انه اني مدى اسحب على السكين كليته باد باد باد. هسه اني راح اشوفكم شلون اقشر شفتي. طبعا اني عندي برودكت استخدمه اللي هو بصراحه اني متاكده من 100% اللي هو بس عسل وشكر، بس دفعت فلوس عليه. ناتشرال ليب سكراب، هلقد احط ديوقع.
اوكي جايز، بما انه هسه البشره نظيفه خلصنا من تقشير الشفه، راح ابلش وياكم ماسك. اللي يعرفني يعرف انه انا صار لي سنين استخدم هذا الفيس ماسك، واستخدم وياه ابل سايدر فينيجر اللي هو خل التفاح. اللي اشتريه يكون را unfiltered، يعني خل التفاح مركز وغير منظف وطبيعي، يعني تقدرون حتى تشوفون من جوا، يعني لازم تخبوه كل زين قبل ما تستخدموه. وهذا الانديان هيلينج كلاي، طبعا كلش مشهور بصراحة وفائدته ملحوظة، يعني أنا رأسا أشوف فرق على بشرتي ثاني يوم، لأن ينظف البشرة بطريقة مو طبيعية، هي شي ينتقم يطلع كل الوسخ. أنا أشتري دائما من أمازون، فرح أترك لكم اللينك اللي أنا أشتري من عنده، واللي عنده أمازون برايم يوصلكم بيوم أو يومين. So good. رح أحط شوية، رح أستخدم هاي السباتشولا، بعرف حطيت شوية، ورح أحط أبل سايدر فينيجر، أحط خل التفاح. طبعا ما اعرف ايش قد احط، مرات اسويه ثخين مرات اسويه خفيف حسب، تقدرون تضيفون شويه شويه وتعرفون، لان ماكو يعني كميه محدده ما مكتوب ايش قد. وطبعا هذا الكلاي ماسك تقدرون تستخدموه على اي منطقه بجسمكم تعاني من مشاكل، من حبوب وهيجي اشياء، تقدرون تستخدموها عليه. انا بصراحه ما مجربه استخدمه على اي منطقه ثانيه غير وجهي، هلقد احط وامشي على كل وجهي. ريحته جايز ما طيبه، لان راح تشمون ريحه الخل التفاح، انا بصراحه ما احب ريحه خل التفاح كلش قويه. مو الا تستخدمون خل تفاح تقدرون تستخدمون مي، بس الاحسن انه تستخدمون خل التفاح. صار على حواجبي، بس دائما يصير على حواجبي. طبعا لان قشرت شفتي هسه لازم احط مرطب، انا هذا المرطب اللي استخدمه كارمكس، تقدرون تستخدمون انتو اي مرطب تحبوه على شفتكم، بس اني هذا صار لي انا سنتين ثلاثة استخدمه. ذاتس ات، تشوفون هسه مترطبة. طبعا اقدر انتظر من 15 الى 20 دقيقة، اني دائما انتظره ينشف، يعني اذا تشوفون هاي شلون هنا لان خفيف ناشف، انتظره كله ينشف يصير قوي، هيك يصير وجهي ما اقدر اتحرك من يصير قوي، هيك يصير مثل الطين المتعقش. بين ما ينشف الماسك وشفتي تترطب، راح اروح اكل لي سناك صغيرونه وارجع لكم، لان هاي من 15 الى 20 minutes. طبعا من هسه دا احس بشرتي يجي اسوي والله، لان هذا الماسك يجي يسحب، ما ادري شو يسوي، بس هيك يجمد البشره، فاوريدي دا احس بهذا الشيء. ارجع لكم فدي شويه. واو 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 جايز، رجعت لكم. الماسك صار على بشرتي تقريبا 20 دقيقة، طبعا بالقوة قاعدة دا اقدر احكي، لان باع شلون يجر من انا عيني شلون مجرورة احكي تنجر، مو طبيعي الوضع. الماسك كلش قوي، كلش كلش قوي، من اقول انه مدى اقدر افتح حلقي مدى اقدر احكي. That's true, I'm not lying. طبعا اقدر انتظر اكثر لحد ما تنشف كل هاي وتصير لونها ناشف، بس بصراحة صار لي 20 دقيقة، اتصور المفعول مالته از جود، واني دائما منتظر بس 20 دقيقة. بالقواد احكي وياكم، خليني اروح اغسله لان صار كلش هواية على بشرتي. طبعا الماسك كلش قوي، اذا تشوفون وجهي شلون احمر مقارنة بايدي، باع وجهي قد احمر. طبعا هسه تقريبا خلصت من كل الاشياء اللي احتاج بيها مي وتغسيلة بشرة وكل شيء. طبعا مثل ما شفتوا هسه البشرة كلش فريش نظيفة ما بيها شيء، راح أرش عليها مي ورد. هذا المي ورد أنا أسويه، أحط شوية مي ورد والباقي مي عادي، أخذه وأستخدمه لأن يضيف ترطيب مو طبيعي للبشرة، خاصة وراء هذا الفيس ماسك القوي. طبعا أنا أشتري هاي الرشاشات أحط بيهم شوية مي ورد والباقي مي واستخدمه، ريحته كلش طيبه لان مي ورد. طبعا هسه بين ما ينشف الروز واتر من وجهي، راح اشوفكم اني شنو استخدم على بشرتي 3 مرات بالاسبوع او مرات مرتين بالاسبوع، بس هذا فشي ينقذ بشرتي بطريقه مو طبيعيه، لان اني بشرتي كلش كوما تتحسس ودائما تطلع عندي حبوب. ديرما رولر جايز، اعشق الديرما رولر، انا اشتري مالتي من الامازون،
أكثر الأشياء اللي أحتاجها دائماً وأحتاجها بوقت سريع أشتريهم من الأمازون بصراحة. هاي العلبة مالتهم تجي بيها 4 عروس أو 5، وراح أترك لكم اللينك هم بالديسكريبشن بوكس وأشتريها من أمازون. So أنا أستخدم كل راس تقريباً من 3 إلى 5 مرات وأدبه، 3-5 مرات وأدبه. أهم شي تعقمه تعقيم مو طبيعي. رشاشة صغيروني أحط بي ألكوهول ودائماً أعقمها تعقيم، يعني تشوفون إيش قد كل جهة أرش عليها كلش هواية وانتظرها تنشف يلا أستخدمها. أتأكد 100% تتنقط مي تتنقط يعني، وأحطها هنا وانتظرها تنشف، ومن تنشف أستخدمها. طبعاً بين ما ينشف الألكوهول عن الديرمارولر راح أحط سيرام، لأن already rose water أخذته بشرتي ونشف، فراح أحط سيرام. اللي السيرام اللي أستخدمه هم من Face Reality، نفس الكومباني اللي أستخدم منها الفيس واش، فنفس الموقع. طبعاً يحرق كل شيء هواية، هذا لازم أخذه كلش قوي، يحرق لأن هسه شايلة الفيس ماسك. تخيلون إيش قد يحرق؟ Oh my god guys، ما تتخيلون ايش قد احب اروح واشتري فيس برودكتس اللي دائما اسمع عنهم واجربهم، بس كلش دا اخاف لان كنت اسوي هيجي وبشرتي تعبت الى درجه قامت تطلع لي حبوب بسهوله. تغيرت بشرتي هالقد ما كنت استخدم منه ومنه، اسمع هاي تحكي عن هذا اروح استخدمه، اسمع هاي تحكي عن هذا اروح استخدمه. That's exactly what I used to do. والله وراها من رحت على هاي قالت لي ستوب كل شيء، خليش على هاي الأشياء، استمري بيهم لفترة طويلة وراح تشوفين فرق. والصدق شفت فرق ببشرتي. شعري ما أرفع دائما هيك بصراحة جايز، بس من أغسل وجهي فخلي أنزل شعري لأن يصير عندي صداع كلش قوي. بقى شعري شلون طلع؟ مرات كل شيء يعجبني أسوي شعري لي ورا لي برا. عطلنا الحواجب، نجهز للديرما رولر. وقع نشفت كلها، يب نشفت هسه الديرما رولر. طبعا الديرما رولر لها كومة فوائد تقدرون تقرون عنها بجوجل تسألون احد، بس اني استخدمها حتى توحد لون البشرة، تقلل من حجم المسامات عندي، تخلص من اثار الحبوب حتى ما تصير عندي اثار حبوب وما تبقى عندي تصبغات لفترة طويلة. دائما استخدم الديرما رولر. ديرما رولر بين يوم ويوم مرات، كل يومين مرة. كومة اشوف بنات يستخدموها ويستخدمون وياها فيتامين سي سيرام وهايلورونيك اسيدز. وطبعا اني لان اوريدي حاطه ماسك راح احاول استخدم الديرما رولر مو بطريقه كلش قويه، لا شويه قوي شويه لا. وطبعا جايز تأدي الديرما رولر، مو تدغدغكم، لا مرات تأدي بصراحه، خاصه هنا على الخشم الاماكن القريبه على العظم لا تأدي بها الديرما رولر، بس اني اشوف عليها فائده فلذلك تعودت. طبعا البشره راح تشوفوها انه تصير حمراء بالبداية، بس وراها خاصة ورا يوم أو يومين راح تشوفون الفرق مو طبيعي. واللي أحبه بالديرما رولر جايز أحسها تنشف الحباية، يعني إذا أنا تكون عندي حباية راح يقل حجمها أو تنشف من أقعد ثاني يوم جايز. وأهم شيء إنه من تسوون الديرما رولر كل منطقة تطولون بيها في الدقيقة دقيقتين مو هواية حتى ما تتأذى البشرة. جايز طبعا اني اغمض عيني من اسوي قصتي لان ما تتخيلون شنو الالم، هيجي ما اقدر افتح، اكو الم قوي حتى على الخشم كلش تأذي، على العظم دا تضرب. هسه خلصت من الديرما رولر، طبعا وجهي صار بعد هواية اكثر احمر. راح ارجع احط سيرام مرة ثانية. جايز طبعا تحرق كلش هواية، هاي فتشي يعني ما اقدر اقول لكم انه ما يؤذي، لا يؤذي، بس بيوتي از بين. وطبعا هسه من نفس الشركه Face Reality راح استخدم هذا الكران بيبتايد كريم اللي هو موستشرايزر، يصير مرطب للبشره. راح احط كوما مرطب، وحاولوا من تحطون المرطب ترفعون بالبشره، فلذلك اني احط النقاط هنا وحتى ارفع. مثل ما شفتوا حطيت المرطب، هسه احط شويه على رقبتي. طبعا هسه خلصت كل الفيس برودكتس، اخر شيء راح استخدمه هو الاي كريم، هذا اسمه Elemis، اتصور اشتريته وياكم هم بواحد من الفلوجز.
طبعا دائما حاولوا تطبطبون يعني للآي كريم حتى يشتغل مفعوله. طبعا آخر شيء هو زيت الخروع اللي هو كاستر أويل، هم تقدرون تشتروه من الأمازون أو من أي مكان يبيع زيت الخروع. حط شوية على حواجبي ورموشي أكيد، وطبعا أنا أشوف فرق على الكاستر أويل. زيت الخروع صدق يسوي فرق بالرموش وبالحواجب. ما يحتاج تستخدمون براند أو فتشي حتى يزيد من شعر الرموش أو الحواجب. رح أقولكم استخدموا organic things اللي هو castor oil اللي هو زيت الخروع. وthat's it guys. مثل ما شفتوا شاركتكم كل الأشياء اللي استخدمها على بشرتي، من غسول الوجه إلى كل شيء، كل شيء basically استخدم على وجهي. وشفتي شوفتكم شلون أنا أعتني بيها، لأن كوما إجتني أسئلة شلون أنا أعتني بشفتي. فهسه شاركتكم بكل شيء وأتمنى إنه استفاديتوا من كل الأشياء اللي شاركتكم بيها. وthat's it guys. إذا حبيتوا هذا الفيديو واستفاديتوا منه لا تنسون تسولي لايكات، واللي بعده ما مشترك بالقناة سولي اشتراك جوا. وأنا أحبكم كلش هوايه وأشوفكم على المرة الجاية.